أهلا بيكم. قبل ما نبدأ على طول نروح على الحلقة بتاعتنا وتسجيلة، احنا موجودين في جرش وطبعا المدينة ساحرة وجميلة. ايه رأيك يا سنين؟ بجد ساحرة، هي ساحرة وخلابة وبتعطيك احساس بالعطاقة بقديش هاي المدينة جمعت الثقافة والفن والأدب، وهاي الحالة الجمالية لمدينة جرش اللي انعكست على كل الفعاليات اللي عملتوها في المهرجان. صح. واحنا منورين لياليكم. انا بدي احكي لك، انت سبقتيني هلا. انا عايز اقول لك احنا بدانا قبليك، عارف الاحساس ايه؟ انا وياسمين بجد دي اول مره اجي فيها الاردن، فبقيت حاسه مش لازم ابراهيم بقى يبدا، هو ابن البلد. أكيد. احنا كمان ولاد البلد بجد، يعني انتوا اهل، انتوا اهل، والاردن احنا كتير مبسوطين. احساسي كده وانا طالعه والاماكن ده، عايزه كده اقف واقول بجد ارفع راسك انت عربي. صح. يعني قد ايه الاماكن جميله هنا فعلا. صح. احنا مبسوطين، واليوم يمكن احنا عم نحكي المهرجان هذا العام عنوانه نورتوا ليالينا، وفعلا بيت للكل. عم نحكي كيف احنا عم نكون متواجدين في كل احتفاليه وفي كل مهرجان وفي كل تغطيه ممكن تعكس، ونحكي بالاخر ارفع راسك انت عربي. فابو حميد يعني اهلا وسهلا، وجميعا يعطيكم العافيه. شكرا طبعا ابراهيم، خليني اشكر حقيقه هذا الجهد الكبير من الاردن، قياده وشعب، وهذا التحضير الكبير لمهرجان جرش. هذا المهرجان اللي حقيقة يجمع الثقافة والفن والأدب على مسارح المختلفة. يمكن الصورة مرات تعجز بالوصف، من نتابع خلفنا موجود المسرح الجنوبي بالإضافة للمسرح الشمالي موجود، وكثير والمختص كثير من الأشياء اللي متواجدة في هذا المكان والمذبح بالتحديد. حقيقة هذه الجماليات الموجودة تعطينا روحية وطاقة كبيرة من هذه الأحجار اللي متواجدة في مهرجان جرش، و الجبال المرتفعة التي تشهد هذا المحفل الكبير. يعني قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم، احنا منتظرين النجوم والفنانين والمثقفين والأدباء في هذا البلد اللي هو دائما نعتبر الأردن هي حاضنة لجميع العرب، مثل ما ذكرت شافكي بأن احنا ببلدنا، ومثل ما رحب بنا إبراهيم دائما نقول ما نحتاج الترحيب في هذا البلد، لأن احنا مرحب بجميع العرب في الأردن، هذه أردن النشامة الجميلة بكل شيء. خلينا نروح مع بعض ونبدأ حلقتنا من المسرح الجنوبي، لا يعني نشهد الفعاليات اليوم حماسي. قبل إبراهيم، قبل ما نبلش لازم وإحنا نازلين نمر بالساحة الرئيسية. أيوة، كان في حاجات جميلة جدا. صح. وقبل يلا نمر. وعارفين قبل ده كله بصوا كده، أنا هاخد الصورة زي ما هصوركم بعد كده. يلا صورة تذكار قبل ما نتحرك. أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في أولى فقراتنا من حلقتنا اليوم في برنامجنا بيت للكل، خاصة في جرش. يا ضارب العود علق دمعتي وترى، إن المواويل أنثى أنجبت قمرة، ودللته ونامت قرب ضحكته، وأرضعته دموع العين والسهرة. يا ضارب العود لي حزني ولي قمري، ولي غناء الذي لا يشبه الغجرة، لي صوت مسعود من ميسان يهتف بي، يا أيها الولد المجدود كن حذرة. أعزائنا المشاهدين، خلونا نرحب بالموسيقار طارق الناصر، الملهم الموسيقي للموسيقى العربية، حقيقة ضيف عزيز في بيت للكل، وخاصة نحن نتواجد في جرش. حياك الله ومنورنا. أهلا وسهلا. في البداية مسؤولية كبيرة اليوم، جرش وتحضيرات واستعدادات، ولديك رؤى وأسقاطات خاصة في الموسيقى، كيف كانت التحضيرات لافتتاح هذا المهرجان الكبير؟ أول شيء مساء الخير. نورتنا. والله هو العرض لما يكون انت عم بتقدم عرض خاص لإلك شيء، بس لما بتكون بتقدم عرض هو افتتاح لمهرجان، وحصرا بالنسبه لنا مهرجان جرش، فهذا كان الموضوع يعني شوي دقيق، ومش انه صعب بس في له ظروفه وملابساته. كان اهم شيء انه يكون في تنوع بالعرض كونه هو الافتتاح. ويعني بالنسبة لي نحن بلشنا هون بجرش لمجموعة رم فرقتي من 2003، لكن في هذه الفترة أنا حسيت أنه في بدايات جديدة، هذا الشعور اللي انتابني اليوم يعني وأنا عم بنزل لجرش. نعم. يعني هل بتشعر يعني أستاذ طارق أنه اليوم مهرجان جرش قادر على أنه يستوعب الطاقات الجديدة والتجديد في الموسيقى في الأصوات، وقادر على أنه يقدمها للعالم من خلال مهرجان جرش؟ طبعا انا بشوفها، لانه القيمه دائما هي بالمسرح،
المسرح بحد ذاته له ذاكرته، وذاكرت المسرح إلى دخل مين النجوم اللي وقفوا عليه. يعني مثلا اذا بستحضر انا هون في نفس هذا المسرح الجنوبي السيده فيروز غنت، ونجاة الصغيره غنت، جورج وسوف غنى، الله يرحمه ملحم بركات غنى. فانت لما بتيجي على المسرح اي مسرح ذاكرت نجومه بتضلها فيه. انا هيك بآمن، يعني هذا شخصي هيك بشوف الامور. فبعتقد انه ليش لا، هو اصلا جرش مدينه المسارح فيها مسرحين الجنوبي والشمالي. واحتفائنا برضه بجرش فيها ميزه انه هي بتاكد علاقتنا برضه المتوسط، البحر الابيض المتوسط. يعني اذا طريق جرش اصلا هي يعني من منظور سياحي، انت لما بتمر فيها زي اكنك في اسبانيا في ايطاليا، في شيء بيشبه السر والشجر والزيتون. فهذا الاجمالي كلياته كما كان تاريخه اثره والنجوم الكبار اللي حضروا على مسارحه بيعطيه الاهليه هاي ان شاء الله دائما هيك بعتقد. نعم سؤالي يعني، وانت يعني حضرتك بتتكلم والافتتاح اللي كان موجود النهارده والموسيقى والالات والسرديه الاردنيه، فانت بين الفولكلور تحكي، يعني تحكي بالموسيقى الفولكلور وتحكي للحدث بالات كمان لابد اختيارها انها تكون معبره، اختيار طبعا. الاصوات اختيار طبعا. نوعيه الحناجر الحنجره نفسها هتكون موجوده على طبعا. المسرح تدي هذا الجو، الطقس ده اللي هو مليء بروحانيات على ثقافه على حضاره، يعني ازاي فكرت في شكل الافتتاح بهذا الشكل؟ هلا حكما الموسيقى هي لغه عالميه من هون بتبلش، فاي شيء انت بتقدمه من خلال الموسيقى ان كان موروث او كان مؤلفه موسيقيه او مغناه تمام، هو بكل احوال هو اجنحته هي الموسيقى، فهو والموسيقى رساله انسانيه ما عظيمه. ف بتخيل هلا لما بنيجي اخراجيا بيكون في مناطق صعبه لما بتعمل مقطوعه كلاسيكيه موسيقيه مثلا من مؤلفاتي وبعديها بدك تلعب جو فلكلور. صحيح فلكلور فيه آلات شعبيه زي المجوز واليرغول وفيه انفعالات مختلفه كمان فيمكن انا كنت يعني متوجس انه هذا الحكي قديش ممكن يكون سلس استيعابه، بتعرف لانه اذواق، انت زي اللي عم بتعمل، انا بحب اشبه الموسيقى وادائها بالطعام، لما بتكون في مطعم وبتاخذ وجبات واحده ورا الثانيه وبتنزل السلطات حاجات مختلفه صحيح هلا ما بتحمل ايام انه تنزل اكله من نوع معين قبل شيء او بعد شيء، نفس الحكايه انا كنت خايف من مثلا الفولكلور ما بعد الكلاسيك وهكذا، لكن بترجع بتثبت نفسها الموسيقى هي صحيح. الرساله الاصليه يعني عايزه اسال عن اختيارك تحديدا لوائل الفشني. نعم هلا مطربنا طبعا الكبير طبعاً. وائل الفشني طبعاً. هل التعاون بتعطايع والطقس الصعيدي طبعا في قرب من الاردن طبعاً. ايضا هذا الطقس شويه هو في قضيه كثير مهمه وانا هاي حبيتها، هو غنى معنا اغنيه بدويه صحيح، هلا اللهجه البدويه قريبه للصعيدي قريبه جدا صح. فهو كان مناسب جدا، كان في مزج لا وكان مناسب جدا، يعني بلحظه بتحسه انه هو عم بيغني واصلا هو يعني بيناتهم البحر الاحمر، فانت عمليا عارف عم عارف انا معجبه بايه يعني مايسترو طارق، انا معجبه قوي بانه نحن هنا في مهرجان جرش افتتاح كبير ومهم، وحضرتك ايضا يعني في مصر طلبوا انك تكون موجود ايضا في موسيقى مصريه، يعني نعم. هذا التناغم والتكامل المصري الاردني والمصري العربي نعم. ويعني احنا بين بلداننا جميل، احنا لا ونحن ما لنا حل الفنانين وما ما في حل من أيوة. مصر هي امنا، يعني هي الصناعه الكامله هي بمصر، وهذا كلياتنا بنعرف هذا الحكي، لكن وائل تجربتي معاه انه انا وياه تروحنا فحسيت عملنا عرض بوادي الرم السنه الماضيه وقلت له ما تيجي تعال شاركنا، اجا وفعلا كانت حلوه، فحبيت بهذا العرض انه يكون عندنا ضيف من مصر وعندنا ضيفه من سوريا ميس حرب برضو. طبعا كيف يمكن استفاده من هاي الخبرات كلها اللي موجوده عندنا في الوطن العربي مثلا بعمل عربي مشترك ممكن يجمع، نحن اليوم في بيت للكل حاولنا ان نطلق هذه الرساله بعمل عربي مشترك من جميع الدول، وايضا بالموسيقى، هل هناك يعني امل او هل هناك مشروع طبعاً. يمكن طبعا في امل يحلق. انا بشوفه هذا حاصل، يعني على سبيل المثال في فرق كثير من الفرق الشابه بالاردن بتشتغل في مصر، في شباب كثير من فرق مصر برضه بتيجي على الاردن، طالما هن شوف الشباب طالما هن في ركح
نحن بنسميه ركح اللي هو المسرح، طالما في ستيج يعني يوقفوا عليه ويقدموا شغلهم هذا مهم، لكن الرساله الميديا هي اللي بتتمم الرساله هاي بكل الاحوال. يعني لما تعمل كونسرت بحضرها 3 4000 10000 سمي ما شئت، بالاخر بيروحوا على بيوتهم ما بيعرفوا باقي الناس، في ناس بالملايين بتتابع شغلات على تلفزه صغيره اليوتيوب وخلافه. صح. تمام. فالانتشار بالنسبه لنا الموسيقيين كان في لنا منفذ اللي هو من خلال الموسيقى التصويريه. هذا ممر وانت كبير. يعني اخصائي وعالم في الموسيقى انا التصويرية. لا بشتغل فيه 30 سنه الحمد لله. ما زال الواحد بيتعلم بالمناسبه صدقا، يعني انا اخر مسلسل عملته ما زال الواحد بيتعلم، لكن بالنسبه للشباب الجداد يمكن لازم هاي الجسور جسور بين الاعلام والشباب اللي عم بصير معاهم لازم تنبنى اكثر. بتخيل هاي بعد فتره بتصير. هلا في مقوله علميه بيحكوها انه الموسيقى هي السبيل الوحيد لغناء ذكرياتك عبر الزمن. فهي مرتبطه بالزمن، يعني انت ممكن تتذكر زي العطر، ممكن بعطر معين تتذكر قبل 30 سنه شيء صار، تحضر اللحظه كلها، كذلك بالموسيقى. فيعني استخدام الموسيقى انا برايي لازم يكون لسه في وعي اكثر، لانه الموسيقى جايه بالمستقبل، يعني واضح انه هي اللي جاي، يعني غذاء الروح يعني. طبعا طبعا طبعا. استاذ طارق، نتحدث مثل ما تحدثت شافكي وايضا ياسمين وابراهيم، الموسيقى الخاصه بكثير من التايتلات والمسلسلات والاسماء، لديك تجارب عديده ومهمه، والاهم الملك فاروق، تجربه غنيه كانت وثريه بالنسبه للموسيقى، احكينا شوي عن هذه التجربه. والله خصوصية التجربة هاي كانت إنه كنت عم بعمل عمل عن مصر وعن شخصية يعني مهمة من تاريخ مصر واللهجة المصرية، وكان أول عمل مصري عم بشتغله. بصراحة كان في تحديات كبيرة بكل مراحل العمل، لكن أهمها كان إنه أنا كيف بقدر أوصل للجمهور المصري ومصر عندها كل الأسماء العظيمة طبعاً. عرفت كيف؟ فهذا كان بصراحة كان حساس وصعب، فاجتهدت بكل ما يعني كل شيء بعرفه، غيرت مثلاً موقع التصوير، عفواً موقع التسجيل. أنا لما رحت على التصوير أنا دائماً لازم أروح على التصوير بكل مسلسل، بالهمني ما بعرف شوف بيئة المكان، بشوف المخرج بشوف الممثلين، بقرب أكثر من العمل. على اثرها اللي حسيته انه لازم انا استخدم موسيقى اوركستريشن. تمام. الفتره الزمنيه اللي بحكي عنها الاربعينات كانوا الموسيقى التصويريه اللي استخدموها للافلام المصريه كلها موسيقيين يكونوا اوروبيين عايشين في مصر. صحيح. يونان وطليان وعايشين في القاهره وبيشتغلوا بالبرودكشن تبع السينما، الاعمال السينمائيه اللي بتصير، حتى بوزعوا في اعمال كثير سينمائيه التوزيع بتلاقيه واحد. صحيح. اوروبي. تمام. هاي الطريقة أنا اقتبستها ورحت سجلت الموسيقى عن الناس مش شرقيين. عرفت كيف؟ كان تسجيل بأذربيجان، ومن يوميتها بصراحة هذا فتحت لي باب كبير إنه صار في عنا تسجيل حتى أوركستريشن داخل العمل. ممتاز. العمل أخذ جائزة أحسن موسيقى تصويرية. صحيح. في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وبصراحة كان إلي هيك يعني عمل كبير فتح لي باب، غير أنا حبي لمصر وحبي للنيل، بس حسيت إنه يمكن قدرت أندمج لو لفترة محددة ضمن هذا العمل. بصمتك دائما حاضرة لا شك بأنه أكيد. كل طبيعي. عمل طبيعي. أكيد أنت جمعت خبرات، ولكن حتى في الأعمال السابقة كانت بصمة طارق الناصر موجودة، يعني مختلفة دائما وعاشت معنا. صح. عاشت بطفولتنا وعاشت معنا. طبعا، لأنه كله امتداد لبعضه، ما في شيء الفنان أصلا هو امتداد للي قبله. صح. يعني إذا بدنا نحكي يعني بصراحة طبعاً. المؤلف الموسيقي هو مش نفسه، هو عمقه بتلاقي فيه 13 مؤلفين جواته. أكيد. طبعا يعني انا بشكرك جدا، والحقيقه يعني حضرتك ذكرت بانه كانت فرصه انك تبقى موجود في مصر. لا، مصر دايما ما بتشوفش جنسيه الفنان خالص، مصر يعني تهتم بالفنان يعني طبعاً. يعني الباسبور ما بين الجمهور حتى وما بين الفنان هو الفن والثقافة. هي والموسيقى. أكيد. الموسيقى والموسيقى أنا دايماً طبعاً. شوية طبعاً. اللغة الأهم. هي غذاء الروح. حقاً. عموماً وجودنا هنا كبيت للكل بدولنا العربية بمايسترو بيقدم هذه الموسيقى هو التكامل اللي كلنا دايماً نحلم به. أنا بشكرك شكراً جزيلاً. أنت نورتنا أكيد. وكان افتتاح مشرف، ونتمنى لك التوفيق دايماً. نورك. أكيد بدنا نشكرك الأستاذ طارق الناصر والموسيقار على وجودك معنا اليوم في يوم مميز في مهرجان جرش وتحديدا في هذا المكان، واسمحوا لي بعد هذا اللقاء المميز أيضا أن أكون في فاصل، ونعود بعد الفاصل. عدنا من جديد أعزائنا المشاهدين بسماع أصوات القادمين إلى الأردن،
لنعلن الانتماء إلى الحضارة، لنعلن بأن الأردن باقية بأصوات مثقفيها ومبدعيها. تواجدنا في جرش 36، حقيقة هذا الإبداع المتراكم المتجذر بأصالة هذه المدينة العتيقة، نشم رائحة الإبداع والأصالة والفنون. دعونا مشاهدينا الكرام نعلن إيقاد شمعة مهرجان جرش 36 في حلقة جديدة مميزة من الإبداع والثقافة والأصالة. أكيد يا أحمد، يعني بعد هذا الكلام الجميل والمميز والذي لا يتوقف عندما نتحدث عن جرش العطاقة والأصالة والمحبة، واللي نشوفها اليوم ملانة بالحضور العربي الملفت، نتحدث عن 20 دولة عربية مشاركة بفنانينها بفنونها بثقافتها بغناها وبأدبها، نتحدث عن جرش اللي بتجمعهم اليوم في مهرجانها واللي بتجمعنا كمان في بيت للكل من على مسرحها. خلونا نتحدث أكثر عن هذه الدورة المميزة لجرش 36، ويسرنا أن نرحب بالسيدة هيفاء النجار وزيرة الثقافة، معالي الوزيرة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، للحديث أكثر حول المهرجان، رسالته، فعالياته، وأيضا رؤيته لهذا العام. ونورت ليالينا. مساء الخير. يعني ضيفتنا الحقيقه نورت ليالينا، واولا هذا الاسم الجميل نور ضيفتنا للمره الثانيه بين الثقافه والجمال، السيده هيفاء النجار معالي وزيره الثقافه الاردنيه، سعداء بوجودك للمره الثانيه في بيت للكل. انا سعيده فيكم. احنا سعداء بجد وسعداء بهذا الجمال، يعني يمكن احنا بدأنا مبكرا قبل الدخول الى الحلقة باماكن كتير فوق، وشفنا جرش من فوق وحضرنا قبل الغروب وقبل بداية الافتتاح. ما هي رسالة جرش هذا العام في الدورة 36 سنة 2022، وشعار نورت ليالينا؟ نورت ليالينا بيمثل جمال الأردن. الأردن دائما يجمع، الأردن تأسس على المحبة، هذا الجمال، وإن كان يحمل حضارة كما تفضلتم قديمة، ولكنه هاي الحضارة بناها أهل جرش، الجرشيون الأردنيون. واليوم جرش تقع في قلب الأردن، والأردن يقع في قلب العالم العربي، والعالم العربي في قلب العالم. فرسالتنا دائما جامعة، دائما مبنية على المحبة، دائما مبنية على التعدد، على التنوع، على الإبداع والابتكار، وعلى كل ما يتصل بالإيمان بالمستقبل، الأمل. ولكن هذا الأمل مرتبط ببرامج عمل، مرتبط أننا اليوم نجتمع معا على مائدة هذا المهرجان بهذا التنوع الجميل. الافتتاح اليوم أطلق رسالة الأردن. رسالة الأردن اللي احتفى بمئوية الأولى، في إنجاز كبير بالمئوية الأولى، ولكن أيضاً في حالة من التفاعل وحالة من التطلع للمستقبل برؤية نقدية. فهذا المهرجان بالتأكيد هو المهرجان الأول في المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، ولكنه يحمل إنجازات 35 دورة من دورات المهرجان. صحيح. كما يحمل الأردن إنجاز، في إنجاز، ولكن في تطلع كبير للمئوية الثانية مبنية على رؤية شمولية تكاملية. نعم، أنا كنت معاكم بإربد. حقيقي. طبعا صحيح. يعني عليكي عم تحدثي، لربما التاريخ يتحدث عن نفسه، والحفاظ على هذا الإنجاز، الابتكار والنجاح بيحتاج أكيد جهد كل سنة يبذل لهذا المهرجان للحفاظ على الاستمرارية التي دائما ما نتحدث عنها. صحيح. خصوصا هذه السنة، كيف حضرتم لهذه الدورة؟ وأيضا ما رأيك بموضوع الاستمرارية؟ دائما نتحدث عنها، وربما تحدثنا عنها أيضا يعني بشكل جانبي قبل الحلقة. بالتأكيد احنا بدنا نراعي أهمية الإنجاز، وأنه في تراكم. بالتأكيد نحن لا نقف لوحدنا، وأن كنا نتحدث عن الاستمرارية، وأن المؤسسية مهمة، وأن لا يمكن أن يتحقق النجاح الحقيقي والإبداع إذا ما كان في عمل جماعي، في دافعية ذاتية وفي دافعية جماعية. هذا هو الأردن، نريد أن نجدد دافعيتنا من أجل
قضايانا الأردنية، قضايانا الوطنية، ولكن قضايانا الوطنية التي دائما تحمل رسالة الأردن المخلصة لعالمه العربي، المخلصة لقضايا العربية، المخلصة لكم مصر، العراق، فلسطين وشباب الأردن. هذا المهرجان إن لم يقدم الثقافة، الفنون، الجمال، الأمل، ولكن برسالة إيمان حقيقي بشباب الأردن، بطاقاتنا الكامنة. والاستمرارية تعني البناء على الإنجاز، تعني تشاركية، عمل تكاملي شمولي ومؤسسية. نحن لا نعمل كما قلت إدارة هذا المهرجان، بالتأكيد نجحت اللجنة العليا لمهرجان جرش، أكدت على القيم الوطنية الأردنية، أكدت على أهمية التشاركية في إدارة تنفيذية تعمل بحاكمية جيدة، بعمل مؤسسي، بفهم حقيقي للإبداع، برامج العمل، وبالعمل التشاركي. اليوم بلدية جرش معنا الجرشيون، كيف لنا أن نحقق هذا الاحتفال الجميل بدون ما يكونوا أهل جرش بقلب هذا الاحتفال؟ المواطن الأردني في عذرا على المقاطعة، تتحدثين بجانب إيجابي جدا، 35 دورة من العطاء المستمر بإبداع متميز بحضور البلدان العربية باختلاف الثقافات الفنية والأدبية وغيرها. حضرنا الجرش 35 بكل فعالياته، كانت ظروف قاسية، صحيح، كورونا، محاطين بقيود معينة، صحيح. اليوم انتهت كورونا، اليوم الثقل كبير على الأردن وخاصة القائمين على مهرجان جرش. كيف هي الاستعدادات وما هي التطلعات من خلال هذا المهرجان في دورته الحالية 36؟ أولا الشكر لصمود المهرجان في الدورة 35، بالرغم من الجائحة، رسالة الوطن الأردنية القائمة على أن الأردن يدعو دائما للحياة، نحن منصة إشعاع بالرغم من التحديات. الأردن يقع في قلب منطقة صعبة، في منطقة ملتهبة، جائحة، وضع اقتصادي صعب، نحن بلد في إمكانيات محدودة بالمعنى الاقتصادي، ولكن إمكانياتنا بمواردنا البشرية استثنائية، وهذا التجديد الذي نعمل به، نعي التحديات ونقف عندها بواقعية، بعقلانية، ولكن أيضا بأمل، مرتبط هذا الأمل ببرامج عمل ضمن أجندات زمنية مستدامة. الإدارة التنفيذية لمهرجان جرش، اللجنة الثقافية أبدعت لأنه عملنا بالتشاركية مع وزارة الثقافة، مع كافة المثقفين. هذا المهرجان عمل بشراكة مع بلدية جرش، المجتمع المدني الجرشي، القطاع العام والقطاع الخاص، نقابة الفنانين، لهم كل التقدير والشكر، رابطة الكتاب، اتحاد الكتاب الأردنيين، الفنانين المسرحيين، المبدعين الأردنيين في كل مكان، والمبدع العربي. اليوم شفنا الجمعة العربية بالرغم من كل الواقع الصعب، ما زال الأردن صوت صمود، صوت جمال، صوت عمل، صوت عرق. الاستدامة لا تكون إلا بالتعب والعرق والتجديد المستمر، التجديد المبني على مفاهيم الإبداع والابتكار. وهذا يعني أن اليوم إحنا نعي أهمية النوعية والامتياز. الافتتاح اليوم قدم مشروع وطن أردني، السردية الوطنية الأردنية المبنية على العقلانية، الإبداع، التنوع، التعددية. كان العالم العربي موجود، وأيضا كان العالم، إذا استمعنا بعناية لفرقة رم والموسيقار الأردني طارق الناصر، قدم هذه الجمعة الجميلة. الأردن بتعدديته، ولكن الأردن أيضا بانفتاحها على العالم، فكان الافتتاح اليوم قصة تقدم للعالم، مزيج بمزيج وجود العالم العربي اليوم وباستمرارية هذا المهرجان. هذا المهرجان سيستمر بالتأكيد رسميا لمدة 10 أيام، ولكن مهرجان جرش بفعالياته، باستمراريته كرسالة وطنية أردنية، نحن سنطلق فعاليات مهرجان جرش في معان والطفيلة والرمثة وإربد، وكل العالم العربي موجود معنا بكل الفعاليات، وسيبقى موجود ببرنامج ثقافي إن شاء الله مستدام.
هي فرصة. يعني احنا دايما في بيت للكل بنقول يعني هي رسالتنا، احنا كل بلداننا العربية هي بيت للكل، بيت الوحدة، بيت الثقافة، بيت الهم الواحد والفكرة الواحدة. ولطالما كان الأردن بوابة مشرقة لهذه الحالة اللي أنت وصفتيها، يعني احنا سرحنا معك قديش الحالة جميلة، وقديش دايما لازم نتذكر انه الثقافة هي الجزء الأصيل اللي بعمق هاي الحالة. لو نرجع نحكي كمان عن المهرجان معالي الوزيرة، يعني في متلازمة دايما بحكوها اخواننا المصريين بتقول الجمهور عاوز كده. في مهرجان جرش لدورته الحالية، انتوا كيف يعني استمديتوا هاي الحالة الفنية من الجمهور عاوز كده، او كان عندكم اسس معينة اخترتوها وتفاعلتوا معها بناء على الحالة، بناء على البيئة، وبناء على متطلبات السنة؟ جميل ستي. أنت أيضا أخذتيني برحلة. أكيد في رؤية نحو النوعية والتميز، ولكن أيضا التجريبي. نحن لا نخاف، نحن نؤمن بطاقات أردنية شابة، نؤمن بأن الفنانين الأردنيين سواء نتحدث عن موسيقيين شباب، نتحدث عن فرق أردنية على مستوى عالمي، ولكن فرق في بداياتها. نحن نؤمن كما ابتدأت فرقة رم بدايات مبنية على نوعية وامتياز، ولكن بدايات تستكمل مشوارها بدافعية مستدامة، بعمل تعلم دائم ومستدام، إبداع وابتكار وانفتاح. نحن اليوم لا يمكن لنا، الأردن دائما يعي بكل هيك وعي. أنا قلت اليوم بكلمتي أننا بالأردن في عنا تواضع جم، ولكن أيضا عنا قصة عزة وكبرياء. نحن نجمع، أنتم بيت الكل اليوم في الأردن، كما هو الأردن بيت للكل أيضا بتواضع. أنا قلت اليوم سيبقى الأردن هاشمي، مؤسساتي يؤمن بشبابه، يؤمن بشاباته، يؤمن أن لا يمكن أن يكون وحيدا في ظل هذه التحديات، ويجمع ويؤمن بهذا التجذر. إحنا في هذا المكان في جذور، في هوية واضحة، ولكن أيضا في مشروع قومي، في مشروع عالمي، وفي انفتاح بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، لكن باحترام كامل للسياق الأردني، باحترام كامل لهذا رائحة جرش. هنا يكمن التغيير دائما. بعد الفاصل مكملين معكم. وعدنا مرة تانية معاكم عشان نستكمل معاكم من البرنامج الفني للبرنامج الثقافي. والحقيقة ما زلنا في استمتاع كبير جدا بمعالي وزيرة الثقافة بالأردن السيدة هيفاء النجار. الحقيقة احنا سعداء بوجود حضرتك. شكرا. وخلينا برضو مستمتعين، احنا هنا في المسرح الجنوبي. صحيح. وهو ايضا بديع، يعني بالقرب من مسرح الافتتاح، فالمنطقة كلها الحقيقة فعاليات كثيرة جدا. يعني ذكرنا أن الثقافة لا تبعد أبداً عن السياسة، إذا كانت السياسة قوية أو لم تكن قوية لابد أن تكون الثقافة قوية. صحيح. لأن الثقافة تروي الإنسان وتشحذ الهمم. صحيح. وتساعده على التحمل، وتساعده على رفع الصوت والاستمتاع بالأغاني والشعراء، ما هي إلا صدى للإنسان أين يعيش وكيف تعلم وماذا يصدر إلى العالم. تكلميني عن الأسماء والعناوين المتصدرة في مهرجان جرش هذا العام. شكرا ستي. أولا هو مهرجان فني، مهرجان جرش الثقافي الفني، وبدون الثقافة هي ليست البعد السياسي، هي تتقاطع مع البعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي. فعاليات مهرجان جرش فعاليات منسجمة تماماً مع القيم الوطنية الأردنية بما يتعلق بالعلاقة بين الثقافة والسلوك. فعاليات متنوعة على مستوى الفنون، على مستوى الفن التشكيلي، على مستوى الحوار والفكر. المثقفين العرب موجودين من كافة أنحاء الدول العربية. الحوار
النقدي موجود، النقد البناء موجود، الفرق الفنية من كافة أنحاء. الفرق الفنية بدي أقول لحضرتك إحنا موجودين في الفندق فبنسمع البروفات، فتلاقي هنا فرقة بتغني مثلا من مصر، فرقة بتغني من العراق، فرقة بتغني من فلسطين. النهاردة الحقيقة فرقة الخاصة بدلالة أبو أمنة حاجة بديعة، يعني يقدمون يعني تراث وكنز يحافظون به من خلال فرقة. يعني الحقيقة حاجة يعني الأردن كلها بتعيش حالة جرش. بالتأكيد هذا هو اليوم جرش كما قلت بقلب العالم العربي، بقلب الأردن كما هو الأردن بقلب العالم العربي. صحيح. نحن نجمع بفعالياتنا كل العالم العربي، معنا دلال أبو آمنة من فلسطين، معنا إبداع شبابي من العراق، من مصر، من السعودية، من كافة أنحاء العالم العربي، ومعنا فرق من كافة أنحاء العالم. المهرجان يتميز بأنه مهرجان للعائلة. صح. اليوم أي عائلة، سعدت في البداية أننا نسمع أصوات الزائرين. اليوم الثقافة لا تعيش بعزلة عن السياحة. اليوم البرنامج المهرجان جزء من تنظيمه كان وزارة السياحة. صحيح. لأننا نعي تماماً أن السياحة في الأردن لا نريد للسائح العربي أو العالمي أن يأتي من كل أنحاء العالم لأن يزور جرش مرة واحدة. نريده أن يعيش التجربة الجرشية، أن يعيش التجربة الأردنية، أن يعيش المأكولات الأردنية. نعم. أن يعيش الكرم الأردني. ما عليك، نتحدث الآن عن سياحة التجربة وهي يعني نوع من أنواع السياحة المطلوبة. صحيح. وبإمكاننا أن يعني تكون متوفرة لدينا، لأنه بالأساس إحنا شعب منحب الضيف، منحب المضيافين، منحب بالعكس أن نستضيفه عندنا في البيت بالعكس عشان يعيش التجربة. صحيح. سواء كان من جرش أو من السلط أو من كل محافظات المملكة ومدنها. لما تحدث أيضا عن هذا المهرجان ذكرتي بأنه للناس، هو مهرجان من الناس وإلى الناس، المجتمع المحلي هو أساس. صحيح. في هذا المهرجان وأهالي جرش من خلال المعارض، من خلال الحرف التي يقدموها. نتحدث عن هذا الجانب تحديدا وكيف ممكن صحيح أنه يكون هناك تكامل اقتصادي ورفض أيضا للاقتصاد والسياحة. أنا إذا كان هناك زائر من مصر إجا وشاف الحرف اليدوية الأردنية، إذا أنا عكست ثقافة وفدت الاقتصاد بنفسه. صحيح. صحيح. أنا حكيت اليوم عن الصناعة الثقافية الإبداعية والسياحة والثقافة والسياحة الثقافية وثقافة السياحة. هذا كله جزء من البعد التكامل الشمولي. وإذا ما شعروا أهل جرش أن هذا المهرجان يعكس على جودة الحياة، على نوعية حياتهم، يعني وكأنه المهرجان مش جزء منهم. نحن نريد للمواطن الأردني أن يشعر أن هذا مهرجان، وهذا مهرجانه، هذا مهرجان جرش وأهل جرش. بلدية جرش كانت موجودة ورئيس البلدية تحدث اليوم عن هذا الفعل الشمولي التكاملي، كما نحن تشاركنا مع بلدية جرش، وبلدية جرش تشاركت مع وزارة التنمية المحلية. نحن لا نعمل الشباب، وزارة الشباب معنا، التنمية الاجتماعية معنا، التربية معنا، نحن نعمل في هذا البلد ضمن توجهات مجلس الوزراء الأردني، بننطلق من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية، من هذه القصة الوطنية، من الصمود الوطني. سيكون العمل تكاملي. بالتأكيد عمل تكاملي وشمولي من أجل الاستمرارية والمؤسسية، وبضمن حاكمية جيدة وتفاعل حقيقي مع المواطن الأردني. في البداية تحدثنا عن الاستمرارية. الاستمرارية لا تكون إلا بدافعية ذاتية، الحفاظ على التسارع. بالتأكيد الحفاظ على التسارع ضمن تنمية اقتصادية شمولية، سياسة، اقتصاد، إبداع، تربية. صحيح. إيمان حقيقي. بالتعلم الدائم المستدام، بالتعلم بشكل منفتح نقدي، وشعور إيمان حقيقي بأننا نقف هيك بعزة وكرامة. طبعاً. على أرض هذا الوطن. مع الوزير هذا الحديث حقيقة جميل جدا، في حراك ثقافي فني اقتصادي تسويق وتسليط الضوء على عدة جوانب مهمة في الأردن، وخاصة في مهرجان جرش اللي كل العرب يشهد له بما يقدم حقيقة على الساحة الفنية والثقافية. صحيح. والأدبية. اليوم أيضا الحراك الأجمل
مو فقط على صعيد الفنانين والمثقفين، هناك حراك على صعيد أو أصعدة الوزارات بين البلدان، يعني اتفاق بين وزارة الفن اللي خاصة والثقافة في العراق وفي فلسطين وفي الأردن وفي العراق. هذا الحراك السياسي، هناك تلاقح للأفكار الثقافية السياسية أيضا، مو فقط على صعيد الجانب الفني وهو المهرجان للناس، لكن حتى على صعيد السياسة العربية. بالتأكيد هذا الأردن يعني أنا لا بكل كما قلت بتواضع وبعزة وكرامة، الأردن يجمع الوطن العربي اليوم. لا يمكن هذا، لا نستطيع إلا نحن نتحدث، نتشارك بقيم مشتركة، نتشارك بقضايا مشتركة، نتشارك بتكامل اقتصادي. إذا أردنا لصمود هذه المنطقة والعالم العربي امتدادنا الحضاري، هيك جذورنا اليوم مدينة رومانية لكن قلت هي جرشية واستمرت ضمن الحضارة العربية الإسلامية بعزة وفخر برؤية هاشمية ممكنة للإنسان من خلال تفاعلها مع قضايا العالم العربي. الأردن يجمع العالم العربي برؤية واضحة لتكامل اقتصادي، تفاعل ثقافي، تفاعل على مستوى الأردن ينطلق ضمن هذا الحراك السياسي، ضمن حركة جديدة نريد للشباب أن يكونوا جزء من هذا الحراك، الأحزاب السياسية، التوجهات الملكية، ضمن طبعا المملكة الأردنية الهاشمية مملكة دستورية طبعا، وجزء من الدستور أنه إحنا هذه العلاقة بين المواطن والمملكة، إحنا مملكة أردنية هاشمية أساسها المواطن، ودائما عندنا اعتزاز بهذا الامتداد العمودي ولكن أيضا الامتداد الأفقي، قيم بتوسع توسع امتداد أفقي. هذا الامتداد الأفقي لا يكون إلا من خلال هذه التشاركية مع العالم العربي وهذا الصمود العربي ضمن فهم طبعا للتحديات طبعاً المحيطة بنا، وضمن فهم أن كل دولة عربية في محلية في واقع يحكمها في احتياجات خاصة بها، ولكن الأردن لم يتخلى في يوم من الأيام عن قضاياه القومية بالمعنى الحقيقي طبعاً للكلمة، بصدق كامل مع الرؤية مع الرسالة، ومع أعتقد هذه الرؤية ستبقى، يعني هذه الرؤية اللي دائما نحلم بها ودائما نحاول أن نتخطى حواجز الثقافة والفن والسياسة والأدب وكل هذه المعالم حتى نصل فيها بعمق للعالم العربي. يعني في أكثر من رسالة إحنا حكينا فيها بعتقد أنهم مهمين وعكسهم مهرجان جرش خلال دوراته 36 وإن شاء الله كمان خلال هاي الدورة بكملهم وال 35. أغلب الشباب الفنانين اللي اليوم هم من النجوم بدأوا من مهرجان جرش، صحيح، فلا عجب أنه يكون اليوم مهرجان جرش هو انطلاقة جديدة لفنانين كمان جداد وبألوان مختلفة، وكمان ألوان الطيف كلها الرائعة من كل بلداننا بألوانها المتنوعة، اللبناني الفلسطيني الخليجي العراقي المصري، بأصالتهم اجتمعوا في هذا المكان مع فكرة الحضارة اللي موجودة اللي تؤكد إنه اليوم بمصر في العراق في الأردن في فلسطين إحنا بلاد حضارة، بلاد أصل، بلاد عز وبلاد كبرياء عطاء. زي ما حكيتي وعطاء، اليوم المهرجان جرش بجسدها بالكلمة والصورة. أكيد أبداً، بصدق كامل مع هذه الرسالة، بصدق كامل أن لا يمكن أن نعزل الثقافة عن السلوك، لا يمكن أن نعزل الثقافة بمسرح يعيش بعزلة عن الإنسان. هذا المسرح قادر أن يجدد نفسه، قادر أن يقدم الجديد، قادر أن يقدم المزيد من الفنانين كما قدم هذا المهرجان الفنانين من كل أنحاء العالم العربي، سيقدم المزيد من فنانين الأردن للعالم العربي. فرقة رم أنجبت العديد من الفرق الأردنية الموجودة في العالم العربي والتي ستكون موجودة في مهرجان جرش، المسرح الأردني والمسرح العربي كما قلت،
هذه التكاملية، هذه المنحة الشمولي التكاملي في رؤيتنا للدورة الجديدة، مبنية على 35 دورة سابقة قدمت الفن والإبداع الأردني والإبداع العربي بكافة تجلياته. سنستمر بمزيد من العطاء، بمزيد من الكرم، التجربة الأردنية طبعاً أكيد. نحن لما نتحدث عن التجربة الأردنية نتحدث عن الكرم بالمعنى الروحي للكلمة، بالإضافة لكرم لمنسفنا، كرم الابتسامة والمنسف وكل شيء. هذا من العطاء، نحن نعمل بعطاء بطاقة إيجابية، بمحبة دائمة وبتفاعل مستمر وتطور دائم أكيد. نعم. أنا الحقيقة الحوار من رقيه وجماله كمان إحساسنا إن إحنا موجودين في مكان أثري زي ما حضرتك ذكرتي، بنعود لمئات السنين ونحن كعرب قادرون على إننا أكيد. نغني ونتحاور ونكلم العالم من الحضارة والفنون. بس أنا يعني شبعت من هذا الكلام ونفسي أتكلم مع الإنسانة السيدة هيفاء النجار، والحقيقة أحييكي على هذه الطلة الراقية الجميلة، يعني هذا الزي الأردني يعني الرائع بالخيط اليدوي الرائع، هو أيضا ثقافة وأيضا يعني حضارة. فحابة كمان يعني أولا ظهورك بي النهاردة في هذا الافتتاح، وكمان حابة أعرف ماذا تسمع وزيرة الثقافة الأردنية، ماذا تغني يعني بينها، يعني دائما وزير الثقافة محاط بكل أنواع الثقافة، ولكن لمن تسمعين؟ أنا الشخص الإنسان هيفاء نجار أولا جدة، واليوم حفيدتي شمس، يعني هيك كانت جزء من طاقتي الإيجابية، فأنا جدة فخورة جدا باللباس الأردني، الزي الأردني، وفي الخطبة الأردنية فيها خصوصية وهي نادرة جدا. أيوة. الخطبة الأردنية إن شاء الله ستسجل كخطبة على التراث العالمي. أنا أستمع لفيروز. فيروز. فيروز بالنسبة لي جزء من ضميري. فيروز كيفك أنت؟ ملا أنت؟ أعشق فيروز الرحبانية القديمة. أيوة. الأخوين رحباني، عاصي ومنصور، كما أعشق زياد الجاز العربي. طبعا. ونحن عندنا في الأردن حركة جاز جديدة. صحيح. شابة. وعندنا حركة تصوير مبدعة. استمتع كثيرا بالعلاقة ما بين فيروز والشاعر حيدر محمود. اليوم غنينا لشاعرنا الكبير حيدر محمود، كما يعني استمع كثيرا، عندي في منزلي لوحة لأم كلثوم. الله. أستمع، أعتقد أن سيد درويش أعطانا الكثير وأعطى. نعم. للعالم الكثير. يعني معليكي لا شك بأنه أسماء يعني فنانين كبار، وهذا النسيج وهذه القطبة تشكل النسيج الأردني بألوانه وبأشكاله أيضا وبفنونه. نحن نتحدث اليوم عن الغناء ولكن نعكس جميع أنواع الفن. صحيح. الموجودة في الأردن. معليكي يعني أعطيتي اليوم دافع كبير للشباب من خلال هذا السرد الجميل، ولربما نؤكد بأن هذا الثوب الجميل الذي يعكس النسيج الأردني، نحن نتحدث عن كافة أشكال الفنون ليست فقط الغنائية، يعني هناك. صحيح. أنواع فنون مختلفة طبعاً. ومهرجان جرش لا يقتصر على الغناء فقط. بالتأكيد. هناك أنواع فنون موجودة وتعكس إرث الأردن. بدنا نشكرك على وجودك معالي الوزيرة هيفاء نجار وزيرة الثقافة، وجهود هذه المستمرة والمباركة، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله هذه الدورة تكون ناجحة وأيضا جميع الدورات المقبلة إن شاء الله. أنا من خلالكم كمان أحب أشكر زملائي في المكتب التنفيذي، زملائي اللجنة العليا لمهرجان جرش، كل بلدية جرش، المواطن الأردني الجرشي، وزملائي في وزارة الثقافة. هذا العمل لا يمكن أن يكون إن شاء الله النجاح مستمر برؤية نقدية وتقييم ذاتي وتقييم للمواطن وللزائر الأردني. إحنا منفتحين
على التقييم وعلى النقد، وان شاء الله عمل وتطور دائم. نعم. شكرا للجميع. شكرا لكم. نورتينا بالاردني. الله يقويكم. شكرا. وبالاردن يسعد قلبكم. شكرا لك. نورتي ليالينا. شكرا. نورت ليالينا فيكم. شكرا جزيلا. اذا يعني مشاهدينا، في حضره هذا المكان الجميل الذي يعكس ارث، تاريخ، ثقافه، وايضا يعكس الصوره المشرقه للاردن، كنا معكم في هذه الحلقه من جرش، جرش الحب في كل محافظة من محافظات الأردن. هناك حب، هناك جهود، هناك عمل وشباب أيضا يعكس الصورة المشرقة للأردن. من مهرجان جرش، من جرش وفي حضرة هذا المكان، أمسية سعيدة، وأيضا نتمنى لكم ليلة سعيدة من بيت للكل. إلى اللقاء.